أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن المرحوم ماجد عزات من مصمص، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم قله من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.